نحن الجزائريين عندنا علاقة بهذه الأرض، موش برك من السنوات الأخيرة ولا من نهار قال الرئيس الراحل الهواري بومدين نحن مع فلسطين ظالم ولا مظلم، لا، من زمن القديم، وما نطولش عليكم، من الزمن القديم. الزمن القديم يعني قبل القرون الوسطى كانت لنا علاقة بهذه الأرض، وكانت فلسطين. أنا انطلق من القرون الوسطى برك، حينما كانت هذه الأرض محتلة من طرف في إطار الحروب الصليبية، احنا شاركنا في تحريرها. عندنا سيدي بومدين شعيب الذي كان مقيما في بجاية، خذا معاه المريدين ومشى وشارك في معركة حطين وفقد هناك ذراعه. فلذلك احنا تاريخنا مع فلسطين تاريخ قديم. وفي القدس فيه حي اسمه له حي المغاربة، واش يقول شيخ أبويا على زواوي الذي عاش في دمشق وترك مجموعة من الكتب، منها تاريخ زواوة جماعة المسلمين إسلام صحيح، يقول اسم المغاربة هو في الأصل يقصدون به الجزائريين. فلذلك هذه مرحلة. الآن القضية الفلسطينية، أنا تذكرني بالثورة الفيتنامية، تذكرني بالثورة الجزائرية. ما يعانيه الشعب الفلسطيني اليوم من إرهاب ومن تقتيل، وحنا تعرضنا له، حنا عشناه طيلة 132 سنة من الاستدمار والاستعمار، فيه محارق، فيه مجازر. لكن لازم نتفكر دائما أن إرادة الشعوب لا تقهر.